الخارج. أنا أعلم أعلم، بالرغم من رغبتي الذاتية علي أن أشارك في تلك المراسم. سيدي، وضع أدونيا على صليب ورفع على طريق استقبال الإمبراطور أدريانوس. كن حذرا في تصرفاتك، فدقيانوس ويوليوس نظراتهما حادة. في القريب العاجل جدا ستشهد نظراتهما الحادة وقائعة غريبة يستحيل أن يصدقاها، فبإذن ربك سينتهي هذا الأمر. سيدي أنا خائف، ترى ما الذي سيحصل لنا؟ ترى ما الذي ينتظرنا؟ أنا خائف. تلهو داخل البيت فقط. هذا السيد قادم. سأذهب لإحضار العربة. حسنا، أنت مستعدة؟ مستعدة. شكرا. تفضل بني. أبي، لكنني مضطربة جدا. وداعا بني، إلى اللقاء. ليس الإمبراطور من آكلي لحوم البشر حتى تخافي، إنه إنسان مثلنا. ثمة إحساس باطني ينبئني بأنك ستتركنا. لا تشغلي بالك، لن يحصل إلا ما يشاء الله. بناء لأوامر حضرة دياكليتيانوس، جميع القادة والمستشارين جاهزون لسماع إرشاداتك قبل رفع تقاريرهم. بلغنا من طلائع الجيش أن فيلادلفيا ستشهد عاجلا وصول أكبر موكب يضم قوات الحرس الإمبراطوري. على جميع وجهاء وقادة المدينة أن يستعدوا لمراسم الاستقبال. هل تبلغتم عن أي طريق سوف يدخلون إلى المدينة؟ أجل يوليوس، موكب الإمبراطور الروماني العظيم إمبراطور الروم يتقدم من مسير أنجلوس باتجاه فيلادلفيا التي سيصلها عن قريب بعون جوبيتر العظيم. التحية كل التحية لجوبيتر العظيم المعظم الذي خصنا بهذا الاعتزاز والشرف الكبير. المدينة جاهزة يا مولاي لاستقبال الإمبراطور. عذرا مولاي دياكليتيانوس، لقد نفذت أوامرك بحذافيرها. أيمكنني أن أطمئن إلى عدم حصول أي حادثة أثناء وصول الإمبراطور وكذلك خلال فترة إقامته في المدينة؟ أجل سيدي، فبناء على ما أصدرت من أوامر أقدم فرساننا على ملاحقة الأشرار والكفار المسيحيين وتم أسرهم. فاطمئن يا مولاي، أقولها بكل فخر أنني سلبت مبلغهم أيضا، ونحن جميعا على استعداد لاستقبال الإمبراطور. ها هو أبولون ابن جوبيتر المقتدر ينظر إلينا في هذا اليوم بكل عظمته وجلاله، ومن هنا فنحن مستعدون للانحناء تعظيما في استقبال الإمبراطور. ننتظر إشارتك مولاي لكي ننطلق. We'll be right back.
سيبقى في الذاكرة. كنت أقول دائما لا يحفظ الإمبراطورية غير السيف وليست الآلهة. أسمع من السيد يوليوس كلاما عجيبا. سأصحح كلامي، الآلهة تحفظ الإمبراطورية وسيوفنا تحفظ الآلهة. توقفوا! أيهم أدونيا؟ ذاك الذي يتقدم صليبه الآخرين. طبيعة الكبار الوقوف في المقدمة، فالكبار دائما في الأمام. هذا ما يميزهم. يجب أن يعمل الإمبراطور على اقتلاع جذور هؤلاء من كامل الأراضي الرومانية. برأيي أنا الحرق كان عقابا أنسب لمثل هؤلاء الناس. لا، ليس كذلك. فالعذاب الذي يعانونه وهم على الصليب هو أطول وأفضل من الحرق. يا إلهي، إنهم أتباعك، متى ستخلصهم؟ الأرض على رحبها لم تشأ أن تحضنهم، فكان أن حضنتهم السماء. عجبا، كم أنت شامخ يا أدونيا. قسما بالمسيح مولانا أن عقاب الإمبراطور سيكون أسوأ بكثير من عقاب أصنام الآلهة جمعا. الموت للإمبراطور الذي يحمل قدومه كل هذا الشؤم. إلهي، إلى متى سيبقى أنصارنا يقتلون وتسفك دماؤهم وهم مظلومون ومصلوبون؟ ترى على ما يتحمل هؤلاء هذا العذاب كله. إنهم يجهلون قدرة الإمبراطورية الرومانية. بعد رؤيتهم هكذا سيكف أنصارهم عن التمرد. سيكون لهم وعلى مدى أيام مظهر جميل وهندام رائع. حاولوا عدم تشويههما. سمعنا طاعة يا مولاي، أوامرك ستنفذ بحذافيرها. أعدك بذلك يا مولاي. انطلقوا. طلائع الجيش الإمبراطور، أسرعوا في التقدم. طلائع